بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على تفضله وامتنانه. ترحب بك أخي المستمع، أختي المستمعة، المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الجهراء في أحد أنشطتها الثقافية، والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم، وهي بعنوان ففروا إلى الله للشيخ عائض القرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، جمعتنا بكم المحبة في الله، وجمعنا بكم الأمر الذي أوجبه الله علينا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا مسلمون، يا صادقون، يا صائمون، يا مصلون، اسمعوا إلى الله تبارك وتعالى وهو يتحدث لنا عن قرية، قرية نامت في جفن البحر، قرية جاورت البحر، ولكنها ما وقرت رب البحر وما عظمت رب البر والبحر وما استحت من الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه المحاضرة بعنوان ففروا إلى الله. وأعود إلى القرية. القرية هذه مسكينة بائسة، القرية هذه هالكة عاصية، قرية جحدت معروف الله، قرية تنكرت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرية عطلت أوامر الله كما تفعل بعض القرى، قرية كانت تجاور البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، لكن أسلوب القرآن عجيب، وأسلوبه رائع بديع، أخاذ يأخذ بأقطار النفس. هذه القرية من قرى بني إسرائيل، اجتمعت عند البحر واجتمع أهلها على المعصية. حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت لحكمة أرادها الله، وعندنا اليوم ليس سمك بل أغلى من السمك، أعراض تنتهك وعيون تنظر وغناء وخمر وسكر وتخلف عن الصلاح. ليست المسألة مسألة سمك، المسألة مسألة دين يسحق في الشاطئ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يقام، ولا إله إلا الله تجرح مشاعرها. القضية أعظم من صيد السمك، القضية صيد نساء وصيد فتيات وصيد أعراض وهدم بيوت وجرح مشاعر. حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، ولكن الخبثاء الأخسة، الحقراء الأذلة، فجروا من البحر طرقا ليوم الأحد، حيلة على الواحد الأحد، يضحكون على الله، يستهزئون بالله، يخادعون الله وهو خادعهم. فكانت الأسماك تمر يوم السبت، فإذا دخلت إلى الخنادق وإلى الأخاديد سكروا الماء ثم صادوها يوم الأحد. فلما فعلوا ذلك انقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم شاركهم،
وقال: وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. مثل ما يفعل بعض الماجنين اللاهين يوم يرى أهل المعاصي كثير فيقول: حط رأسك مع الروس واجعل نفسك مع هؤلاء، والله غفور رحيم، والبلد كله من هذا الصنف، والناس فعلوا كذا فافعل فعلهم. وهؤلاء لا يحملون عقلا ولا وقارا ولا حياء من الله، ماتت قلوبهم. في الحقيقة أصبح الإيمان في قلوبهم متلاشي، سخروا من الله فسخر الله منهم. وصنف ثان بارد يعيش لنفسه، لا يرى لا إله إلا الله أن لها حقا عليه، يعيش لخبزه وطفله وحذائه وجزمته، جالس في البيت ساكت. يقولون للدعاء: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقولون: الناس هلكا، اتركوهم، أنت وشأنك والناس وشأنهم، دع ما لله لله، ودع ما لقيصر لقيصر، ما عليك، الله لا يسألك إلا عن نفسك. وهؤلاء أهل السلبية الذين سوف يحاسبهم الله على ما عطلوا من أمر بمعروف ونهي عن منكر. وقامت طائفة ثالثة بيض الله وجوههم، أهل لا إله إلا الله، أهل الرسالة، أهل الحياة الخالدة، الذين نور الله بصائرهم في الدنيا والآخرة. قالوا للعصاة: قفوا قفوا أيها الضلال، إن الهلاك سوف يعم. فماذا النتيجة؟ قرية يقول أحد الكتبة من المتأخرين: عفى عليها الزمن لما دكدكها الله وأسدل عليها مسرحية الهوان والدمار إلى يوم يلقونه. أرسل الله عليهم عذابا نكالا فمسخهم قردة وخنازير. هؤلاء أهل المعصية، أهل الشاطئ، أهل الانحراف، الذي ما عظموا الله ولا شعروا بوقار لله. والشعور بوقار الله من أسس الإسلام، بل هو من العقيدة الحقة. قال نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف جعل الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تحترمون الله. عند أحمد في كتاب الزهد أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه: ليت أبا بكر ينظر إلى واقعنا المعاصر، ليته مر هذه الليلة ليرى الشاطئ ماذا يحدث فيه، اختلاط ونظرات مسفوكة وأعراض منتهكة وصلاة متأخرة ونغمة مرتفعة. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فوالله الذي لا إله إلا هو إني أذهب إلى الخلاء لأقضي حاجتي، فأجعل ثوبي على وجهي حياء من ربي رضي الله عنك. اللهم ألحقنا معه في منازل الخالدين حياء من الله في قضاء الحاجة. ألا يستحي هذا العبد الذي خرج بعرضه، خرج بابنته، خرج بزوجته وأخته، خرج بدينه وبشرفه، خرج بإيمانه بين لاهين لاغين تركوا المساجد والقرآن، ماذا يقولون لله؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. والاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنيا. عمر بن الخطاب الخليفة العظيم الذي تربى على لا إله إلا الله، الرجل الذي عجز التاريخ أن يأتي بمثله مرة ثانية. عمر قال ابن كثير عنه: سمع قوله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فألقى عصاه واتكى على الأرض، وحمله الصحابة على أكتافهم إلى البيت، وبقي مريضا شهرا كاملا. هذا هو الإيمان، مراقبة الواحد الديان يوم تخلو بالحيطان وتتستر بالجدران، فتعلم أن الواحد الأحد يراك، وتقول لنفسك: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. بكى الربيع بن حسين حتى كادت أضلاعه تختلف، وقال: والله إن شاء الله لا يسألني ربي أنني وقعت بفاحشة أبدا.
وقال البخاري فيما يروى عنه في صحيح: منذ بلغت الاحتلام ما كذبت كذبة ولا اغتبت مسلما. أي تلك النماذج؟ عاشت لله وماتت لله وذهبت لله، وأتينا إلى جيل لا يعرفون الله، أكلوا نعم الله واستنشقوا هواء الله وشربوا ماء الله وبارزوا الله بالمعاصي. أنجى الله الذين ينهون عن السوء، وأما أولئك فهلكوا. والصنف الثاني اختلف العلماء فيهم، وكأنهم إلى الهلاك أقرب. يا مسلمون، لهذه المحاضرة مسائل: أولها واجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثانيها أدب الدعوة، كيف ندعو الناس، كيف نجلس للناس نعلمهم الإسلام، كيف نلقنهم لا إله إلا الله، الثالث الفتن التي عمت وطمت. وحتى يتمنى المسلم اليوم أنه يدفن مكان صاحب القبر. أما الرابع فحياة اللهو واللعب والعبث التي يعيشها كثير من الناس. ما لهم يلعبون بالنار؟ ما لهم يعصون الواحد القهار؟ ما لهم في هذا الإدبار؟ ما لهم تناسوا الله عز وجل وذكروا كل شيء؟ الخامس عقوبات المعاصي. السادس هل من توبة يا مسلمون؟ السابع كلمة إلى النساء: أمة نحن لا نعيش إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا وأنت المتكلم والسامع، إن لم نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، وإلا فاعترف أن الخزي سوف يحل بنا والذل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أن الرجل فيهم كان ينهى الرجل ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار، فلما فعلوا ذلك لعنهم الله، حولهم قردة وخنازير، أذلهم إذلالا ما شهد التاريخ مثله، بل كتب عليهم اللعنة في كل كتاب، وعلى لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفتقر إلى أمر إلا من الواحد الأحد، وإذا ما فعلت ذلك فتأكد أن التباب والخصار سوف يحل بالبلاد والعباد. صعد أبو بكر على المنبر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون آية وتحملونها على غير محملها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعذاب من عنده. حديث صحيح. إذا رأوا المنكر وسكتوا، قرسوا، ما تكلموا، جعلوها لهيئات وخلوا المسؤولية وعاشوا سلبيين، أوشك الله أن يأخذ الناصح والطالح والمصلح والمفسد ثم يلعنهم كما لعن الذين من قبلهم. أمير المؤمنين عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت. هذا باب بوبه أهل السنة، قالوا: عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في سكرات الموت. طعن أمير المؤمنين عمر، الأبطال يموتون شهداء، نزف دمه كالماء. وماذا يقول عمر؟ كانت عيونه تهراق بالدموع ويقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. طوبى لك يا أمير المؤمنين، بل والله ليت أيامك تتكرر. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفابك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله يرسو ويبحر. أتى وهو دمه يثعب، فكانت تهراق عيونه بالدموع ويقول: هل صليت؟ لأنه طعن في الركعة الأولى وما أكمل الصلاة، كانت شغله الشاغل الصلاة، يريد أن يلقى الله بالصلاة، لا سأل عن زوجة ولا عن منصب ولا عن دار ولا عن قصر ولا عن عقاب ولا عن خلافة ولا عن ملك. قالوا: هل صليت؟ قال: يعينك الله وتصلي. فأعانه الله فأتم الصلاة. يقول في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حفظ الصلاة حفظه الله، ومن ضيع الصلاة ضيعه الله. وأتاه شاب عمر في الرمق الأخير، كان يسلم على الأطفال ويبكي ويبكون،
ثم أتاه الشباب يسلمون عليه، فلما ولى شاب وجد عمر إزار الشاب مرتخي تحت الكعبين، قال تعال يا ابن أخي رضي الله عنك، حتى في ساعة الصبر تأمر؟ حتى في الساعة التي ينسى الإنسان حبيبه وزوجته وولده وأخاه تأمر؟ قال تعال يا ابن أخي ارفع إزارك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال الابن الغلام جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء. إي والله، يقول علي لعمر وهو مكفن يصلى عليه وأصبح جنازة، قال والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل كعملك، لقد كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. إنما الشاهد أنه أمر في ساعة حرجة بالمعروف ونهى عن المنكر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي إيمان يبقى بين مع إنسان يجوب الأماكن الأسواق المنتزهات الشواطئ وينظر إلى هذه المناظر ثم لا ينكر قلبه على أقل الأحوال؟ والله إن الإنسان يصيبه مرض، وإنه يأسف أسفا شديدا، وإن قلبه يكاد أن يتمزق حسرة لهذه الأمة. أجدة قريبة من مهبط الوحي من الحرم، أجدة البلد الإسلامي، أجدة بلد الصحوة وبلد الدروس والعلم، أشاطيرها يشهد هذه الأمور، إنه يؤسف كل مسلم. وإني ما أتيت هنا متفردا ولا متنزها، وإنما أتيت واعظا، أقول لإخواني طريق الهداية قد فتحت أبوابها، فعودوا إلى الواحد الأحد. وإن واجبنا نحن يا دعاة الإسلام ويا شباب الإسلام أن ننزل إلى الناس، وهو العنصر الثاني أدب الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن نرحم الناس، أن نشفق على الناس. لماذا نبقى في مساجدنا والناس يتهالكون؟ لماذا نبقى والمعاصي طمت وعمت؟ أما نخشى أن تأتينا أن يأتينا أثرها ونحن في منازلنا؟ لا إله إلا الله. إن واجبنا أن نأتي بأسلوب أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الواحد الأحد. الناس والله الناس يدعون إلى كياناتهم وإلى أساليبهم وإلى راياتهم وإلى قوانينهم، أفلا تدعو أنت إلى الله؟ يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، سمعت هذا الكلام منه مباشرة، كان في أفغانستان امرأة مسيحية نصرانية أتت تبشر بالمسيحية في رأس جبل، معها جهاز أوريال، وهي على الثلج تنام مع البعوض وتستيقظ مع الجوع والظمأ وهي تنشر المسيحية في أرض أفغانستان. قلنا أين شباب الإسلام؟ أين دعاة الحق؟ أين علماء الدعوة؟ أين خلفاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين يدعون إلى الله عز وجل؟ أين الداعون؟ لقد خلوا إلا القليل، وقد سكتوا وأخرسوا، ما أدري ماذا يقولون للواحد الأحد يوم العرض الأكبر. يقترح بعض العلماء، يقول لو أتى كل شاب مستقيم ونزل إلى السوق وإلى الشاطئ وإلى مكان له، فدعا شابا أو دعا رجلا إلى المحاضرة أو الدرس أو الهداية، كان زاد العدد ضعفه، وهكذا حتى يهتدي الناس. وهذا اقتراح جميل، وإنما المقصود كيف نقدم هذا الإسلام. أولا، كل من أعرض عن الله فهو على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والواجب علينا أن ندعو الناس مشفقين، لا مؤنبين ولا جارحين ولا مضاربين ولا مهاترين ولا شاتمين ولا سابين. محمد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام جرحت أقدامه وسالت، جرحها المشركون، فأخذ يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أتاه ملك الجبال عند دخول مكة، قال أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة على المشركين؟ قال لا، إني أرجو من الله أن يبعث الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل صبر عجبا من قلبك الفذ الكبير، والفيا في حال مات بالمنى تتلكاك بتصفيق مثير. صبر، وأخرج الله من صلبي الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، خالد الذي قاد 100 معركة، وخالد الذي أبلى في الإسلام بلاء حسنا،
وخالد الذي قدم دموعه ودمه ووقته في خدمة لا إله إلا الله، وأخرج من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل الذي أتى في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه، فلما التقى الجمعان الإسلام والكفر والضلال والشرك والضلال والحق خرج فاغتسل ولبس أكفانه وقال لأصحابه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هل لكم وصية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الجيش بلغه عنا السلام. فأخذ السيف وخاض المعركة وقتل، وهو في الرمق الأخير يعطيه خالد ماء يشرب، خالد بن الوليد حتى أكرمه فيقول أعطيه المسلم جريح آخر، فيعطونه الجريح الثاني فيرفض إلا أن يشرب أخوه، فيأتون إلى الأخ فيرفض إلا عكرمة، فيعاد بالماء إلى عكرمة فإذا هو قد فارق الحياة. عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج، كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج. قال فحوله خالد إلى الآخر فوجده قد مات، إلى الثالث وجده قد مات، فبكى خالد حتى سمع صوت البكاء، ثم رمى الكوم من يده وقال اسقهم من جنتك فإنهم قد خرجوا في سبيلك، اللهم اجمعنا بهم في الجنة. قوم بذلوا مهجهم، والشاهد أن محمد عليه الصلاة والسلام تحمل وصبر حتى قدم إسلاما بديعا للناس يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم، عظيم خلقه وعظيم صبره، قاتله أقاربه وجرحوا مشاعره وضربوا بناته وآذوه وسبوه وشتموه وأخرجوه من دياره، وفي الأخير لما انتصر وفتح مكة طوق الحرم بالجيش فقال لكفار مكة ما ترون أني فاعل بكم، فتباكوا وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء غفر الله لكم، بل رفع الله منزلتك وآتاك الله الوسيلة، حتى يقوم أبو سفيان أمامه يبكي ويقول لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أبرك، ولا إله إلا الله ما أوصلك. وأتاه أبو سفيان بن الحارث بن عمه بعد أن فر بأطفاله لأنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال علي بن أبي طالب إلى أين تسير يا أبا سفيان؟ قال أخرج في الصحراء فأموت أنا وأطفالي جوعا وعريا وعطشا. قال ولم؟ قال إن أدركني محمد قطعني بالسيف إربا إربا. قال عد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد إليه ووقف على رأسه وسلم عليه وقال يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فرفع عليه الصلاة والسلام طرفه وقد اعتلت الدموع على محياه الجميل وقطرت لحيته بالدموع، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم نجح نجاحا ما شهد التاريخ مثله، العدو يأتيه فينقلب صديقا بدعوته. أتاه رجل فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أتوب من كل معصية إلا الزنا، أتوب من كل معصية إلا الزنا. فقام عليه الصلاة والسلام بل قام الصحابة يريدون أن يؤدبوا هذا الرجل لأنه يتكلم بالفاحشة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال دعوه اتركوه، فتركوه قال تعال، فأجلسه بجانبه ووضع يده الشريفة على الرجل على كتفه وقال أترضى الزنا لأمك؟ قال لا والله. قال أترضاه لأختك؟ قال لا والله. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا والله. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا والله. قال فهل يرضاه المسلمون لأخواتهم وأمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أتوب يا رسول الله من الزنا، فوضع عليه الصلاة والسلام يده على قلب الرجل قال اللهم طهر سمعه وبصره وحسن فرجه، دعوة، وأصبح الرجل في ميدان الإسلام وأصبح من الدعاء لأنه عرف اللبيب كيف يقود هذا إلى الهداية. إنها تنقصنا الحكمة وإنها تنقصنا الرحمة وإنها تنقصنا الشفقة وإنه ينقصنا الأسلوب، إننا ركزنا اهتماماتنا في المساجد وتركنا هذه الأماكن، أهل المساجد جاهزون أتوا يصلون مستقيمون عابدون صادقون ساجدون راكعون، لكن إخواننا أقاربنا أبناؤنا أعراضنا أخواتنا قريباتنا في أماكن الله من يهديهم إلى صراط الله المستقيم؟ يقول صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم،
وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالتك مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بلغوا عني ولو آية. والله ذم من كتم العلم ومن جحد معروف الله له في الدعوة، فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من تقصيرنا في الدعوة أمور: أولها أنه يوجد من يشهر بالعصاة، يشهر بأسمائهم أو يبكتهم بالعتاب أمامهم أو يتحدث لهم أمام الناس بمعصيتهم، وهذا خطأ. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ومنها أننا لا نصبر في إيصال الحق إلى أصحابه. ومنها أن بعض القوالب التي يؤدى فيها المعروف تكون فظة غليظة فلا يقبلها الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقول جرير بن عبد الله البجلي: والله ما زال عليه الصلاة والسلام كلما رآني يتبسم في وجهي. ويقول عمرو بن العاص: ما زال صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في أول الإسلام يتألفه حتى ظننت أني أفضل من أبي بكر وعمر. فاللين وإيصال الحق في قالب الرحمة وعدم التشهير بالعصاة الناس فيهم خير. أنا أذكر قصة لرجل سمعتها منه مباشرة، داعية موفق نور الله بصيرته آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول: في بلدنا رجل مجرم بمعنى الكلمة، هذا المجرم مروج للمخدرات، وسبق أن رجال الأمن طاردوه وطاردهم وضايقوه وضايقهم، كان يحمل السلاح، الصلاة لا يعرفها، قطع والديه وقطع أرحامه ونسي الله وتردى في المعاصي حتى أعجز الناس. قال: فأتتني فكرة أن يهديه الله على يدي، فكنت أقوم في آخر الليل مع السحر وأتضرأ إلى الله أن يجعل هدايته على يدي. قال: وصمت قبل أن أصله إلى بيتي، صمت يوما عل الله أن يجعله من العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله. قال: ثم أخذت هدية، وما أحسن الهدية، هدية تأخذ القلوب وتجلب الأرواح، يفعلها محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه. قال: وذهبت به إلى البيت، إلى بيت الرجل، فلما رأيته سلمت عليه، قلت: أحببتك في الله ورأيت عليك آثار الخير. من أين آثار الخير؟ وجهه كقفاه، معصية أسود من الليل، لكن انظر، انظر إلى الأساليب، وانظر إلى السحر الحلال. في السحر سحر حلال وسحر حرام. السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال، والسحر الحلال أن تدعو الناس بأسلوب عذب يصل إلى القلوب، والسحر الحلال أن تعانق العصاة لتقودهم إلى الجنة ليكونوا في ميزان حسناتك. الكلمة الفضة سهلة، وتعقيد الجبين سهل، والهراوة سهلة، والكرباج سهل، ولكنها تفوت ولا تبني، وإنها تشرد ولا تقرر، وإنها تقسي ولا تلين. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال: فنظر في، قال: أتعرفني؟ قلت: لا، رأيتك في مناسبات، فخذ هذه الهدية. قال: فأخذها. قال: وما كلمته بكلمة، وعدت إلى بيته، قلت: الحمد لله نجحت في أول خطوة، توفيق. قال: وعدت إلى بيتي، وبعد أيام ذهبت إليه، قلت: أسألك بالله بما بيني وبينك من صلة، وسبق أن التقينا، أن تأتيني إلى بيتي زيارة، فإني أحببتك. قال: آتيك. فحددت له موعد ليس إلا أنا وهو، فدخل بيتي. قال: ووجهه مظلم، أظلم حتى بيتي، البيت أظلم، لأن مثل ما يقول ابن القيم، يقول: المشؤوم يشأم، تشأم منه السماء والأرض، والمبارك يكون مباركا أينما كان وأينما حل وارتحل. ألا إن وأد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. قال: فدخل البيت وتغدى، قال: والله ما كلمته في الدعوة بكلمة. قال: وخرج. قلت: وهذا نجاح ثاني.
قال: ومرة ثالثة قلت: معي مشوار إلى قرية قريبة، أريد أن تركب معي. قال: فركب معي. قال: فلما ركب معي ابتهلت إلى الله ودمعت عيناي أن يرزقني الصدق وأن يجري الحق على لساني. قال: فلما ركب قال: انطلقت بالكلام أتى فتوحات من الله الواحد الأحد، ما أدري من أين انهال هذا الكلام. قال: وأخذت دموعه تتسابق. أحيا الله الفطرة، أخرج الله الفطرة من مكامنها، اشتعلت الفطرة في قلبه، تحركت لا إله إلا الله في روحه. قلت: أريد أن أنجيك من النار، أريد أن أقودك إلى الجنة في كلام طويل. قال: مد يدك. قال: فمدت يدي. قال: أشهد الله وملائكته وحملت عرشي، ثم أشهدك أني تبت إلى الله، وأسألك بالله الذي لا إله إلا هو قبل الفجر أن تمرني لتأخذني إلى المسجد. قال: فما رددت عليه إلا أبكي من هذا الفتح العظيم. وعدت إلى القرية، وبعد أيام كان يصلي معي في المسجد، ودخل على والده، ووالده كانوا كبار في السن، هجرهم سنوات، كانوا شيوخ، بكوا من مرارة قسوته، دخل عليهم وآثار الخير والنور يشع من وجهه. قالوا: أنت فلان؟ قالوا: أنا فلان. ثم قبل يد أبيه ورأسه ويد أمه ورأسها، فانطلقوا يبكون فرحا في البيت. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فيا مسلمون، بمثل هذا، وهو أسلوب محمد عليه الصلاة والسلام الفطر العجيب الذي وصل به إلى قلوب الناس، والذي أخذ أعدى الناس حتى أصبح في صفه عليه الصلاة والسلام. العنصر الثالث: الفتن. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. كان عليه الصلاة والسلام يقول لعمار: استعذ بالله يا عمار من الفتن، فيقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وحدث هذا. يتمنى والله الإنسان يوم يرى بعض المناظر أنه ما عرف الحياة، أو أنه في جبل، أو أنه يتصل بالله في شعب من الشعاب، لكن ماذا يفعل؟ ينسحب؟ ينهزم؟ والله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لكن لا بد من كلمة الحق، ولا بد من الدعوة إلى منهج الله سبحانه وتعالى. ومن العلامات، علامات الفتن التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، ما ثبت في الصحيح أنه قال: صنفان من أمتي لم أرهما اليوم، أناس معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسممة البخت لا يريحون رائحة الجنة. أما النساء فقد رؤوا، نساء مائلات مميلات، شرحها النووي بشرح يختلف عن شرح هذا العصر، ولو عاش النووي هذا العصر لغير شرحه. مائلات يمن القلوب ويمن الأرواح، مميلات للأفئدة، وقيل يمن بأجسامهن. وحدث هذا. فتاة الإسلام تخرج من بيت أبيها متجملة متعطرة متطيبة نابلة لا إله إلا الله، وراء ظهرها عرضها حجابها سترها، لتقول للمجرمين انظروا، ثم تعود بماذا؟ تعود بلعنة والعياذ بالله. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تعطرت المرأة وتزينت وخرجت من بيت زوجها، يعني بدون إذنه، لا زالت الملائكة تلعنها حتى تعود إلى بيتها. وفي لفظ السنن: فهي زانية، من فعلت ذلك فهي زانية، لأن العيون نظرت إليها. فحذاري حذاري من هذه الفتن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء. إبليس ما استطاع لكثير من المهتدين إلا بطريق النساء. ويوم وصلت إلى هذا العنصر أقول للنساء: عل سامعة أن تسمع، وعل مبصرة أن تبصر، وعل مؤمنة أن ترى وأن تتدبر وأن تتفكر. يا أختي، يا أمي، يا أيتها المسلمة، اتق الله في إيمانك وعرضك، اتق الله في هذا المجتمع، اتق الله في العباد والبلاد. أنت المسؤولة الأولى عما يكترف أو يكترف الشباب في هذه الناحية من تعريضك نفسك للفتن وتعريض غيرك للمخاطر. يا أمة الله، بيتك بيتك. يا أمة الله، أين الإيمان؟ أين تربية محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين قول الله عز وجل:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقفت عائشة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سنوات في بيتها، كانت تتحجب وكانت تردد وقفوهم إنهم مسؤولون. وصح عنها أنها قرأت ضحى إلى الظهر قوله سبحانه وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وتبكي. أين هذه التربية الخالدة؟ أين تربية الإسلام وأثر الإسلام؟ وإني أوصي المسلمة بثلاث وصايا، أولها أن تكون مربية في البيت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الخنساء، الخنساء النخعية تقدمت في القادسية كما قال بعض أهل التاريخ بأربعة أبناء، فألبستهم الأكفان وطيبتهم وقالت: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تعودوا إلا قتلى ليشرفني الله بشهادتكم. وقتلوا في سبيل الله، فلما أخبرت تبسمت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله. أي امرأة هذه لم امرأة النبيلة؟ أي تربية هذه التربية الحرة؟ تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بفاطمة، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ليخطف فاطمة سيدة نساء العالمين الطاهرة الصديقة الوفية، قال: فاستحييت من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كأنك تريد فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: عندك شيء من المال؟ قال: والله ما عندي شيء. علي بن أبي طالب لا يملك شيء، يملك إيمان، يملك توحيدا، يملك لا إله إلا الله، يملك قصورا في الجنة وساعة في الجنة وبساتينا في الجنة. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: فأتيت بها مكسرة لا تساوي درهمين. فزوجه عليه الصلاة والسلام. يقول إقبال محمد إقبال في فاطمة: هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تيعها. زارهم عليه الصلاة والسلام في الليل، زارهم في الليل فاستناروا بنوره في الظلام، وصلهم وهم نائمين. قالت: يا رسول الله، طحنت الرحى حتى كلت يدي، وكنست حتى تدنس الثياب، فهل من خادم؟ يعني جارية تخدمها تريد خادمة. فاتظر عليه الصلاة والسلام ثم أتاها بعد ليال فقال: ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ بإمكانه أن يعطيها ذهبا عليه الصلاة والسلام وفضة وخدم، لكنها يريد لها الجنة. تأتي يوم القيامة على ناقة من نور خطامها نور، يشق له الناس الطريق، وهي بنت محمد محجبة عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أدلكما خير لكم من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهما خير لكما من خادم. أتته سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فاقتربت منه رضي الله عنها وأرضاها، فأخذ يقول لها صلى الله عليه وسلم: أنت أول الناس لحاقا بي. وعلمت أنه سوف يموت في تلك في ذاك المرض، فأخذت تبكي. فقال: ادني يا بني. فدنت رضي الله عنها وأرضاها من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما دنت من المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فتبسمت. إن النموذج الخالد نساؤه عليه الصلاة والسلام وبناته والمؤمنات الصادقات الصالحات. العنصر الثاني: لماذا هذا التكشف؟ لماذا هذا العري؟ لماذا هذا مخالفة الحجاب؟ لما الخروج على أمر الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ جلوس تكشف على الشاطئ، تكشف مع الخياط، تكشف مع بيع الذهب، أين الإيمان؟ أين التقوى؟ أين الخوف من الواحد الأحد؟ يقول أهل العلم: كان من الصالحين رجل صديق، قالوا فأتى بعض الفجر، قالوا: والله لنغوينه. فأتوا إلى مومسة والعياذ بالله، إلى دائرة فاجرة، فأعطوها مالا وقالوا: تعرضي لذاك العابد في ظلام الليل. فتعرضت له، فلما رآها وهي متكشفة رأى الجمال، قال لها العابد وقد نكس بصره: يا ذات الجمال اتقي نارا تلظى لا تلفح وجهك النار. فأخذت تبكي وتابت إلى الله. يا ذات الجمال، يا ذات الخدر، يا ذات العرض،
يا بنت الإسلام، يا فتاة الدين، احذري نار جهنم أن تلفحك بحرارتها. الله عز وجل أرصد العصاة نارا ووعدهم نكالا، وأكلهم زقوم وشرابهم الصديد، فاحذري أن يكون مصيرك بعد هذا اللهو وهذا الفتون وهذا اللعب وهذا التمرد على منهج الله أن يكون نارا تلظى ويكون ضياعا وخسرانا. نعوذ بالله من الخذلان. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ المسألة الثالثة، كيف تتربى المسلمة، كيف نربي المسلمة التي تخاف الله عز وجل وترجو لقاء الله تبارك وتعالى؟ بالصلاة، بالحجاب، بذكر الله، بالكتاب الإسلامي، بالشريط الإسلامي، بالاتصال بالله الواحد الأحد. أما العنصر الرابع، حياة اللهو واللعب. كثير من الناس ميت، يأكل ويشرب ويرقص ويغني ويسمع الأغنية ويطالع المجلة ويلعب البلوت والباصرة والورقة، عبد لشهواته، عبد لبطنه، عبد لفرجه، ولكنه ميت تماما. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا إله إلا الله كم سفكوا من النظرات، ولا إله إلا الله كم اعتدوا عليه من الحرمات، ولا إله إلا الله كم أغضبوا رب الأرض والسماوات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عاشوا على العود وهجروا المصحف، عاشوا على التنتنة وهجروا التلاوة، عاشوا على المقهى الأثيم الأحمر وتركوا المسجد، هجروا القرآن من أجل المجلة الخليعة، ولكن مع ذلك على الفطرة، ومع ذلك مستعدون أن يعودوا إلى الله، ومع ذلك لا زالت حرارة لا إله إلا الله تتوقد في قلوبهم. بشرى لكم يا معشر المسلمين، قبل أيام كان في مكة محاضرة موجودة بعنوان رسالة إلى المغنين والمغنيات، وقرأنا سبعة إعلانات عن سبعة فنانين في بلادنا أعلنت عنهم الجزيرة وعكاظ، عادوا إلى الواحد الأحد. كلهم أعلن توبته، كلهم رأى الفن ضياع، والحياة مع غير الله همج، والحياة في الظلمات لعنة، والبعد عن المسجد غضب، وهجر القرآن خطيئة. فعادوا وهم كثير، بل أكثر من سبعة، ولا زالوا كل يوم يشهد عوده، لأنهم ذاقوا مرارة الحرمان. يقول أحدهم، وقد تسمعون هذا في الشريط، محمد البيتي: لا أريد أن ينشأ طفلي مغنيا ولا مطبلا ولا يحمل العود. قلنا جزاك الله خيرا يا محمد، أحسنت كل الإحسان. عودها العودة يعود إلى الله. المغني الشهير أتته نفحة من نفحات الواحد الأحد، أراد الله أن ينجي وجهه من النار وأن يحفظ عليه إيمانه، فأحيا قلبه بلا إله إلا الله، كسر العود، كسر النأي، طرد الفرقة الموسيقية وعاد إلى المسجد يبكي. وبالخياط ومسفر القثامي وأبو الكرم، وتسمعون في آخر الشريط أبو الكرم، أبو الكرم يقرأ سورة قاف في آخر الشريط، هذا المطرب بصوت عجيب أبكى جميع الناس في المسجد. نعم، إنها صحوة تعاد إلى الواحد الأحد، لأن الناس جربوا الضياع فما وجدوا العيش إلا في كنف الله. أي شيء وجد من فقد الله، وأي شيء فقد من وجد الله؟ ولا أنا إذا متنا بعثنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اهتدوا وعادوا وسجدوا للواحد الأحد، وبكوا وتغسلوا بالدموع، وتوضأوا بماء الحسرة. والله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ذرهم في طغيانهم. كثير من الناس يعيش 60 سنة. يا منعم الجسم، أكثر من يتنزه اليوم على الشواطئ يريد أن ينعم جسمه، في الصيف في أبها أو في الطائف، وفي الربيع هنا على الشواطئ،
في فلة وفي مكيف وفي نعيم وفي رغد وفي فسحة وفي نظر، أما جسمه فنعمه وأما جسمه فغذاه، لكنه أهلك قلبه هلاكا ما بعده هلاك. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أكبر على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله لخراب الدار عمران. وثابت البناني المحدث الكبير بكى حتى ذهبت عينه من خشية الله، وبقي عين واحدة. قالوا نخرج بك إلى حدائق خراسان علك ترى الخضرة والماء، علك إذا رأيت الخضرة أن يعود لك بصرك. فخرجوا به فرأى الحدائق الغناء في خراسان، ورأى البساتين، ورأى الماء يجري، ولكن كلما رأى بستان بكى وتذكر الجنة، وكلما رأى حديقة بكى وتذكر الجنة. وداعا دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. وعاد إلى البصرة قالوا كيف وجدت الرحلة النزهة جيدة؟ قال والله ما أعجبني في نزهتي كلها إلا عجوز رأيتها تصلي ركعتي الضحى. لله درك، والله يا من ينظر إلى هذه القصور وهذا العمار وهذه الدور كأنها الأحذية أو التراب أو الرمال، ماذا يوم نتفكر في جنة عرضها السماوات والأرض؟ نعيش متى؟ 60 سنة 70 سنة فنتنفه ونعصى هذه المعصية ونلهو ونلعب، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. دخل عليه الصلاة والسلام فارتقى المنبر فقال للصحابة أنقاتل كفار قريش في أحد أو في المدينة؟ قالوا نقاتلهم داخل المدينة. فقام شاب اسمه عمرو بن سالم آخر الصفوف، قال يا رسول الله لا تحرمني دخول الجنة، والله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة، يعني بالتحدي. فقال عليه الصلاة والسلام بما تدخل الجنة؟ قال بخصلتين، بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام وقال إن تصدق الله يصدق. فخرجوا إلى أحد فكان أول مقتول. أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري نام ليلة أول قبل المعركة بليلة، فرأى في المنام أنه أول مقتول، أول أو من أول من يقتل. فأيقظ بناته في الليل يستودعهم آخر ليلة، والليلة الثانية مع الله في ضيافة الواحد الأحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلما أتى أيقظ بناتي وقال استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه، رأيت أني أول قتيل أو من أول من يقتل غدا، ويا جابر عليك بأخواتك خيرا. وأتى الصباح الباكر، الصباح البهي، صباح أهل الجنة، والتقى مع الكفار فقتل، ضرب ضربا في جسمه مبرحا، حتى في بعض الروايات ما عرف إلا ببعض بقع في جسمه أو ببنانه، وقيل هذا أنس بن النضر. لكن لما قتل ابن عمرو هذا رضي الله عنه وارضاه أتت أخته تبكي، فيقول عليه الصلاة والسلام ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. والذي نفسي بيده يا جابر لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، فقلت من؟ قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. فقال الله فإني قد أحللت عليك رضواني لأسخط عليك أبدا. حياة هي حياة الجنة، وحياة القرب من الله الواحد الأحد، وحياة هي حياة التوفيق والسعادة، ومن حرمها فقد حرم الأمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ابن تيمية يقول لأحد الملوك، قال له الملك تريد ملكنا؟ قال والله ما أريد ملكك ولا ملك أبائك ولا أجدادك، لكن أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فيا مسلمون لا يغرنكم بالله الغرور، نعيم، بساتين، نزهات، ماء، ظل وارف، كلها تتلاشى ولا يبقى إلا ما عند الواحد الأحد. عفاء على هذه الدار وسحقا لها، دنياك تجهو ولا تدري بما فيها، إياك لا تأمن عواديها، تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيالا فيفنيها. فأمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. العنصر الخامس عقوبات المعاصي.
من أعظم عقوبات المعاصي أن يضرب الله قلوبنا ضربا لا بعده ضرب، وهو ضرب القسوة، نعوذ بالله من قسوة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. ولكن كيف لا يقسو قلب الموله اللاعب اللاهي، قلب المغني، قلب الذي لا يعرف الصلاة الخمس في المسجد، قلب الذي يعيش كأن حياة الخواجات، ما يعرف من الإسلام إلا رسمه أو اسمه، مسلم بالحفيظة ولكنه لا يحمل من الإسلام شيء. عددنا كثير، المسلمون مليار، لكن عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل رأيت بفنه بيطارة. ومن آثار الذنوب البغضاء التي تحدث بين القلوب، ولذلك تشتتت الأسر وقطعت الأرحام وعق الوالدان، ونشكو حالنا إلى الواحد الأحد. ومن عقوبات المعاصي قلة البركة، قلة البركة في الأموال والأولاد، جيل في البيوت من الأبناء والأولاد البركة فيهم قليل، وأموال كالجبال وبنوك ولكن لا بركة. ومن عقوبات المعاصي فساد طعم الحياة، وهذا يسمى انطفاء النور. قال أحد الصالحين، بل هو الإمام مالك، قال للشافعي: إني أرى عليك آثار النور والنباهة، فإياك أن تفسد في نورك ونباهتك بالمعصية. وقال أحد: رأيت نظرت إلى منظر لا يحل لي، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فنعوذ بالله من الخذلان والمعاصي والحرمان. وأختتم هذه المحاضرة بعنصر: هل من توبة؟ هل من توبة يا مسلمون؟ وهل من عودة إلى الله الواحد الأحد؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أذنبت. قال: تب إلى الله. قال: ثم أذنب. قال: تب إلى الله. قال: ثم أذنب. قال: تب إلى الله. قال: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المدحور. رواه ابن حبان وغيره. كلما أذنبت عد إلى الواحد الأحد، واغسل خطيئتك بماء التوبة، واستغفر، وراجع حسابك مع الله، واعلم أن التوبة واجبة، وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا. حضروا أبا بكر وهو في سكرات الموت، مريض رضي الله عنه، مريض أصاب جسمه النحيل، جسم الصيام وجسم العبادة وجسم الجهاد وجسم قيام الليل، نحيل أصابه مرض. فزاروه الصحابة، قالوا: يا خليفة رسول الله ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. ذنوبك يا أبا بكر؟ ذنوبك أنت المجاهد الأول والمصدق الأول والزاهد الأول؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد المغفرة. قالوا هل ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. يقول بعض أهل التفسير: كان إبراهيم عليه السلام يقول في السحر: أواه من ذنوبي، أواه من خطاياي، أواه من سيئاتي، فسوماه الله أواه منيب. يقول أواه إبراهيم الصديق العظيم الحنيفي المسلم الذي لم يكن من المشركين الإمام، يقول أواه من ذنوبي وخطاياي. وقال الإمام أحمد: كان بلال في كتاب الزهد، كان بلال يقول مع السحر: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك، وهذا سحر فاغفر لي علل. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: يا ليتني كنت رمادا تذروني الرياح. وقال عمر: يا ليتني كنت شجرة فعبر. وقال ابن مسعود: والله لو علمتم بذنوبي لحثوتم على رأس التراب. رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أطهارا، كانوا عبادا، ليلهم سهر مع الواحد الأحد، قيام ودموع وخشوع وخضوع وركوع، ونهارهم جهاد ودعوة وبذل وعطاء. فما لليلنا اليوم تحول إلى موسيقى وإلى غنى وإلى لهو وإلى عود وإلى عهر وإلى فحش وإلى معصية إلا من رحم ربك. وتحول النار إلى غيبة وشهادة زور وإلى نظر محرم، فنشكو حالنا إلى الله.
يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا. ما أقرب البحر من الشاطئ، أما في السفينة فعباد أتقياء، وأما على الشاطئ فعصاة، فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. إذا هبت الريح، إذا تزلزلت السفينة عادوا إلى الواحد الأحد، فإذا نزلوا إلى الشاطئ عصوا الله على الشاطئ. وعلى ذكر الشاطئ، المحب الطبري العالم الشافعي ركب سفينة، فلما اقترب من الشاطئ قفز هو من السفينة على الشاطئ، فأراد تلاميذ الشباب أن يقفزوا فما استطاعوا، فقالوا ما لك استطعت وأنت في الثمانين ونحن شباب ما استطعنا. قال رضي الله عنه ورحمه الله: هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر، هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. العجيب أن الله عصي في البر والبحر وعلى الشاطئ وفي الطائرات، فسبحان من يعفو، وسبحان من نسأله أن يتوب علينا وأن يرد ضال المسلمين وأن يهدينا إليه هداية عامة مطلقة. اللهم إنا قد أسلمنا وآمنا وصدقنا، اللهم فافتح لنا باب القبول، اللهم أغثنا بفضلك ومنك وكرمك، اللهم رد ضال المسلمين، اللهم اهدنا سواء صراطك المستقيم وثبتنا على الحق إلى أن يوم نلقاك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى الأسئلة. كثير من الناس يدفع أمواله في الملاهي وفي الأغراض السيئة وفي الشهوات ويصرفها في غير طائر، فما هو موقف الإسلام من هذه الأموال ومن هذا اللهو والعبث؟ أولا، ليعلم المسلم أن الله حرم الإسراف، وذكر سبحانه أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربه كفورا. والمال إما أن يدخلك الجنة أو يدخلك النار، أيظن صاحب اللهو؟ أيظن صاحب العود؟ أيظن الذي يصرف ماله في السجارة والكأس والحرام أنه سوف ينجو من عذاب على هذا المال؟ لا والله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم تسألن يومئذ عن النعيم. وسؤال يقول: ماتت الغيرة في قلوب كثير من الناس، كان الناس إذا لم يكن عندهم دين عندهم غيرة، ولكن ذهب الدين والغيرة. أقول من البعض، من البعض، ولا زال الكثير فيهم غيرة. العرب في الجاهلية كان أحدهم يغار، ذكروا عن سيد الخزرج أنه لما تزوج امرأته، هذا من أفعال الجاهلية ينبي عن الغيرة، أركبها على فرس، فلما وصل الفرس إلى بيته نحر الفرس. قالوا: ما لك؟ قال: لئلا يركب الفرس رجل آخر لأن زوجتي ركبت عليه. ليته رأى، ليته أبصر، ليته عاين الخبر. أعرابي التفت رجل إلى زوجتي فنظر إليها، قال: تنظر إلى زوجتي؟ ثم قال لزوجتي: الحقي بأهلك. نظر فقط. قالت: وماذا فعلت؟ قال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب وردنا فيه. لكن لو رأى الأعرابي هذا البدوي الجلف، هذا الواقع، امرأة تخرج تداوم مداومة في السوق، تمر تحتسب على الخياطين الهندوك والهندوس والسيخ والبوذيين، ثم تمر على الباعة، ثم تمر على الأزياء، ثم تمر على الموضات، ثم الحلاقين، ثم تعود بالخطايا مع الظهر كالجبال، وبالخطايا مع الغروب كالجبال، ثم تريد أن تنشئ بيتا إسلاميا وأن تنشد السعادة، حرام عليها السعادة حتى تتوب وتنهج منهج هذا الدين وتعود إلى الله. لكن الغيرة، أين الآباء؟ أين الأبناء؟ أين الإخوان؟ يقول سعد بن عبادة: يا رسول الله، سيد الخزرج هذا سعد بن عبادة، يا رسول الله، إذا رأيت مع امرأتي رجلا ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس أربعة شهود وتعال بهم. قال: سبحان الله، أذهب أرجم أربعة شهود وأتركها معه؟ والله لأقتلنه هو وإياها بالسيف غير مصفح.
يعني إما بوجه السيف أو بكفة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده إني أغير من سعد وإن الله أغير مني. لا إله إلا الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله يغار سبحانه، وإن من غيرته أنه حرم الزنا، حرم الزنا على الناس. يقول: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأريد أن أتكلم لكن ما أستطيع، لساني لا ينعقد، لساني لا يتحرك، أتفجر خجلا، ماذا أفعل؟ أولا نعلم أن كل بداية لها نقص وأن البدايات صعبة. قالوا لعبد الملك بن مروان: نراك شفت طلع الشيء في رأسك ولحيتك. قال: من صعود المنابر يوم الجمعة عارض عقلي على الناس. عثمان، وهو عثمان الذي ما نصل إلى كعبيه، وقف على المنبر في أول خطبة فارتج عليه خجل، وكان تستحي منه الملائكة، فنزل، فلما أصبح في الأرض قال كلمة ما سمع التاريخ من خليفة بمثلها، قال: إنكم بحاجة إلى إمام عادل خير من خطيب فصيح. أنا قصت قصة لبعض يعني محرجة، داعية لا زال حيا، هو اليوم في 60 من عمره، يقصها على الناس في أبها. هذا الداعية الآن كلامه كالسهد المصفى، يبكي الناس، وليس الآن بمعروف لدى الناس. ذهب إلى الرياض وكان يعمل في الدفاع المدني، قال: فأتاني جماعة من أهل الخير فدلوني على طريق الله المستقيم فاستقمت، لكن ما عندي علم أحفظ الفاتحة وسور. قالوا: نريد أن تتكلم اليوم في منفوحة حي في الرياض تلقي موعظة. قلت: توكلت على الله. قال: فلبست ثيابي وتهيأت وتوضأت وتطيبت ومشيت في الطريق. قال: وعرقي يتصبب تصببا. قال: وكل ما يقول جمعت كلام في صدري، كل ما مشيت خطوة سقطت كلمة. قال: وجيت ودخلت المسجد، هذا كلامه ومعي بعض الأخوة ونحن جلوس معه وهو لا يكذب. قال: فدخلت المسجد فصلى بين الإمام صلاة المغرب، والله ما أدري ماذا قرأ بعد الفاتحة، انشغلت بالكلام وتلعوست وأتت أرجلي تتنافر. وبعد الصلاة يقول: أتيت لأتكلم عند الميكروفون، قال: فنسيت كل شيء حتى الحمد لله. قال: وفي الأخير قلت: يا جماعة الخير، من رأى منكم فلان ابن فلان، يعني نفسه، ضاع منا ونريد من وجده أن يسلمه إلى مركز آل فلان. والسنة أن إذا سمعت إنسان ينشد ضالة أن تقول: لا ردها الله عليك. فقام الناس في المسجد قالوا: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فأخذ طريقه من باب ثاني وترك حذاءه وعاد خجولا في البيت وأقسم أن لا يتكلم. ثم وفقه الله أن سافر إلى باكستان وسافر بين العجم هناك، فهبد من هذا الكلام. يقول: كنت أتكلم آتي بها منكوسة معكوسة، فيقول: هذا خطيب العصر. قال: فلما تدربت، والمثل يقول تعلم الحلاقة في رؤوس الأيتام، تدربت عدت إلى الجزيرة فأصبحت من أخطب الناس ومن أدعى الناس. فالأمر يحتاج إلى دربة وإلى شيء. الأمر الثاني أنه ما يحتاج الناس أن يكون كلهم خطباء، هذا صحفي ينصر الإسلام بقلمه، وهذا إداري ينصر الإسلام بإدارته، وهذا طبيب وهذا مهندس، ما يحتاج أن يكون كل الناس متحدثين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج أن تكون كسحبان وائل، لكن يحتاج أن تكون صادقا مع الله، توصل كلمتك بلين ورفق حتى ينفع الله عز وجل. يقول: هل يعتبر إهداء الشريط أمر بمعروف ونهى عن المنكر من النصيحة؟ نعم، من أعظم النصائح. وأنا أعرف بعض الناس ما اهتدوا إلا بواسطة الشريط، وأنت عليك أن تدخل الشريط للعصاة والمعرضين فيكونون في ميزان حسناتك فكأنك دعوتهم. يقول: اشتهر بين الناس مخالفة السنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، فما هو تعليقك على هذه المأساة؟ أكون نشكو حالنا إلى الله؟ جعل الله لنا إماما وأستاذا ومعلما، فقال كثير من الناس لا نرضى به، قالوهم بلسان حالهم ما يرضون بمحمد صلى الله عليه وسلم. جعله الله إمام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. خالفوه ظاهرا وباطنا، وبعضهم يخالفه في بعض الجزئيات ويوافقه في بعض، ويقول الدين سعة وهذه قصور، وهذا والعياذ بالله من الخذلان. ولا يجد الإنسان طعم الفوز إلا باتباعه، ولا تفتح الجنة بعد رسالته إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك الباب تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به، أو فاطرحها وخذ رجس الشياطين. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من اتباع مايكل جاكسون.
بعضهم يقولون الآن سوف أعطيك الخبر. هذا مايكل جاكسون يقولون لما أسلم أسلم كثير من الشباب اهتدوا ولو ربى لحيته وربى لحاهم. عجيب. محمد عليه الصلاة والسلام القدوة الذي أنزل الله الاقتداء به أمرا من السماء. وهذا الرجل سواء أسلم أو لم يسلم، وإلا فالصحيح في بعض الروايات من أخبار الصحف التي تشابه الإسرائيليات أنه أسلم. قالوا أسلم، ونقول هناك ثلاثة أسئلة: أسلم أنقذ نفسه، آمن الحمد لله، اهتدى عرف الطريق. قالوا كان يعيش في ظلام، قلنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قالوا ورأى النور، قلنا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قالوا اعتزل الفن، قلنا وأين أبناؤنا أهل الفن، أهل الكمنجة، أهل قسما بمبسمك الشهي، أو أروح لمين ومين سيرحم أسايا إبليس، أو هل رأى الحب سكارى مثلنا، ما رأى أفشل منك في الحياة، أو يا ونة ونيتها يوم صليت ونة غراب طارد إلا حمامة. سبحان الله، الناس يطاردون القلوب ليهدونهم، وأنت مع حمامتك ودجاجتك صباح مساء جمع طوابع ومراسلة ومطاردة حمام. هذا مايكل إن أسلم فقلنا زاد واحدا في المسلمين، وما عليه فقد أسلم الشهداء والعلماء والزعماء وركبوا في سفينة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسلم فليس بعجيب. ولكن ماذا يقول الشباب في قصاتهم وفي تشبههم بمايكل وأمثاله وأشرابه وأضرابه؟ ألا فليتقوا ربهم، ألا فليستحيوا من الله عز وجل. بعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ السائل: قرأت هذا الشعر منثورا أو منشورا للمرأة في بعض المنشورات. يقول الشاعر: سيري، يخاطب المرأة: سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي أرض الشوارع بالإزار المسبلي، أما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل، ويجوز الإجماع منهم عند قصد التأهل، ليس النقاب هو الحجاب فقصري أو طولي، فإذا جهلت الفرق بينهما فدونك فاسألي، من بعد أقوال الأئمة لا مجال لمقولي، لا تبتغي غير الفضيلة للنساء فأجملي. الكاتبة باحثة البادية، أقول هذه الكاتبة جاهلة من البادية، رعديدة أتت من البادية. أولا، الذي كتب هذا الشعر رجلا أو امرأة جاهل بدين الله الواحد الأحد، مفتر على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قائل هذا الشعر لا يعرف من دين الله إلا كما يعرف الحمار من ملة أهله أو من ميزانية أهله. هذا أحد رجلين: إما جاهل متخرص في الشريعة أو زنديق مجرم، وحسيبنا الله عليه. أما قوله سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، فما أدري ماذا يقصد بذلك. ولا مشاحة في سير المرأة إذا تأدبت واستترت وتعقلت وتجلببت بالحجاب وخافت من الواحد الوهاب وتذكرت يوم الحساب. وأما قوله لا تكنسي أرض الشوارع فإنه ينبي عن بذاءة فيه وعن دغل للإسلام، وهو مخالف للسنة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أم سلمة أن تطيل في ذيلها شبرا، قالت لا يكفيني، فزادها صلى الله عليه وسلم شبرين حتى تجره جرا، وهو فعل نساء المؤمنين والصحابيات والتابعيات، وعليه فتوى أهل العلم، وهو قول المحدثين. ولا أعلم قولا خالف هذا إلا قول متهوك أتى بعلم من باريس أو واشنطن أو نيويورك، فعليه من الله ما يستحقه، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حتى تقول أم سلمة: يا رسول الله، يمر على البلد وعلى الشيء من الماء، قال يطهره ما بعده. فمن جرها رضوان الله عليهم للإزار
وصفوا بذلك: حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لئن الكلام روانيا ويسدهن عن الحن الإسلام. وهناك يقول: يخفين أطراف البنان، يخبئن أطراف البنان من التقى، ويكتن بالألحاظ مقتدرات. فقوله: لا تكنسي أرض الشوارع، دعوة إلى السفور وإلى لبس القصير وإلى تحويل المجتمع إلى مجتمع بهيمي، مجتمع حيواني، مجتمع شهواني، تلبس فيه المرأة القصير. فانظر كيف انعكست الآية: شباب يكنسون الشوارع بثيابهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتقصير. هذا ما قاله للشباب، هذا المتقول على الله لم يقله للشباب، قاله للفتيات. والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بإطالة المرأة لثوبها حتى يستر جسمها وينزل الأرض، ويقول: هذا قصري. يا معكوس الإرادة، يا معكوس العقل، إنك ما وعى قلبك الوحي وما استنار فؤادك بالقرآن والسنة ولو عرفت الطريق ما انقلبت في ذهنك المفاهيم. ولكن كيف يسعى في جنون من عقل؟ ولكن نقول لك: قد تنكر العين طعم الماء، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. السقم فيك والرمد في عينيك، والشريعة محجة بيضاء ليلها كنهارها. لا تكنسي أرض الشوارع، أنت وأمثالك لما طولتم الثياب قصر النساء الثياب، ولما طول أمثالك الثياب وكنسوا بها الشوارع ضيعنا فلسطين، وضيعنا أفغانستان، وضيعنا مجدنا. قول دمائير في مذكراتها تخبر بفشائل العرب، طائراتها كانت تغطي شعاع الشمس، وكان شباب العرب مع كوكب الشرق يوم تغني ذاك السحر الحلال المحرم عند القلوب المحرمة. تحجر شعاع الشمس والشباب يكنسون الشوارع بثيابهم، فأطفأت شوه بالميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدت نارنا الخطب، وقاتلت دوننا الأبواب صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. نعم، ولكن لما قصر السلف ثيابهم واعتبروا بالسنة فتحوا الدنيا. أصبحنا في حدائق الأندلس، وأمسينا ونحن على اللوار وطاشكند والسنس، وذهب عقبة بن نافع يقول للمحيط الإطلنطي: والله لو أعلم أن وراءك ماء لخذت بفرسي هذا الماء لأرفع لا إله إلا الله. كنا أمجادا يوم اتبعنا السنة، فلما عكسنا الآية وقلنا للمرأة قصري وللشاب طول انعكست مفاهيمنا، وذهبنا شذر مذر. اللهم عد شبابنا وفتياتنا إليك، اللهم لا تسمع سامعا هذا الكلام، اللهم لا تجعل مثل هذا وأمثاله يتولون على عقول الناس فيفسدون إراداتهم. وأما قوله بالإزار المسبل، فالإزار المسبل للرجل وليس للمرأة، ولعلك ما قرأت حرفا من الشريعة، ولو كان الأمر بيدك وأمثالك لخطب الدجال على المنابر. لكن هنا في البلاد ولاة أمر قاموا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهنا علماء ودعاة وشباب صحوا وأقبلوا إلى الله. أحد الناس له مقطوعة نبطية في شباب الصحوة، اسمحوا لي أن أتلوها. أنا لا أؤيد الشعر النبطي ولا أحبذه، وهو يفسد القرآن، لكن من قاتل بسكين النبطي أو العربي خدمة الإسلام قلنا حياه الله. يقول: انظر الفجر زاهي بالوفاء قد تجلى مثل وجه المصلي عقب فرض الصلاة، ولا طلعت شباب، ما هو هذا الكاتب، ولا طلعت شباب بالتقاق التحلى كن منطوقهم بالحسن سكر نباتي، من فتح غيرنا الدنيا وزكى وصلى يوم هتلر ونابليون في الفحشات، نصرنا يا عرب من ربنا قد تدلى قرب الجيش والبارود والطائرات. أما أنت يا أخي يا هذا الكاتب فيكفي لك الموسيقى والعود والكمنجة، واترك شباب الإسلام وولاة أمر الإسلام وعلماء الإسلام ينهجون إلى الجنة ولا أزيد. فيكفيه هذا، وسوف إن شاء الله عارضها بقصيدة بحول الباري، قصيدة إسلامية علي أحتسب الأجر في دمغه، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول: توجد صناديق للتبرع للمجاهدين الأفغان وهم في أمس الحاجة في هذه الأيام. نعم، المجاهدون الأفغان أهل السنة، أهل العمائم، أهل اللحى، أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله، الذي تركوا قربة شوف وبرجنيف لا يساوون دجاجتين. نعم، أخذوهم أمام العالم. يونس خالص، وقد كررت هذا وسوف أكرره، دخل البيت الأبيض الأسود سود الله وجوهه،
فقال لريغن: اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم كل أمريكي على وجه الأرض. هيئة الإذاعة البريطانية لما في أول يوم احتلت فيها كابل يقول في أضواء على حول العالم المذيع، يقول: وقد خرج الأفغان من مساجدهم يحملون البنادق وهم يقولون في الشوارع: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والشيوعية فروا على نغم البازوك في غثة فكهكهت الكلاش الكوف نيران، يسعى فيعثر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق فرصان، ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بشعبه لشراه وهو جذلان. الصناديق تنتظركم، وأسألكم بالله أن تتبرعوا، عل الله أن يدخلكم الجنة بهذا النصر الأكيد. لقد حقق المجاهدون في 10 سنوات ما لم تحققه الدول العظمى، لقد بيّنوا للناس أن المستقبل الإسلام وأن الإيمان سوف ينتصر. وما ولايات الشيوعية وما جمهوريات روسيا التي كل يوم تسقط، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب، إلا بذاك الجهاد. الرصاص ولا إله إلا الله، البارود ولا إله إلا الله، الموت ولا إله إلا الله، الكفن ولا إله إلا الله. أما المعاملات والمعارض والملفات لهيئة الأمم قالوا: كفرنا بها وآمنا بالله، وذبحوهم على الطريقة الإسلامية. هذا ما نزل. ولعلني أستأذنكم، سوف تقول السائلة: أنا امرأة ولدي بنت متوفية ولديها 4 أطفال، وقد حصل بيني وبين والديهم سوء تفاهم أو والدهم، ومنعهم من الحضور عندي، وأنا عاجزة وما أجد أحد يوصلني إليهم، علما بأنهم صغار لا يستطيعون الحضور. وسؤالي: هل علي إثم من مقاطعتهم؟ أنا أقول لك: التصرف لوالدهم هو الذي يملك عصمتهم، لأني فهمت أنك جدة لهؤلاء الأطفال ووالدهم هو المسؤول عنهم، فإذا منعك من أخذهم إلى بيتك فاتك الله وصليهم وزوريهم، ولا تشددي في أخذهم لأنك لا تملكين عصمتهم أو رعايتهم أو ولايتهم، بل الوالد هو الذي يملك ذلك. لكن أرى أن تتلطفي وأن تصليهم وأن تبريهم، وأجرك على الله، وخذي بالأثر. إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. نعم، ما دام أنها عاجزة فما يلزمها إلا وليها، أقرب الناس إليها أن يقوم بها. أما هؤلاء فإن لم يقوموا بها ولم تستطع الذهاب إليهم فهي معذورة على كل حال. أما القطيعة فأي شيء تستطيع أن تدفعه للمسلم أو تقدمه لهؤلاء الأطفال فعليها أن تفعل. على كل حال، ويبقى في السؤال جزئيات لا بد أن تسأل هي بنفسها، أو توضح مقصودها من الزيارة ومن هذه القرابة، وما هي أساس المشكلة وملابساتها. وأسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي المستمع، أختي المستمعة، نشكر لكم جميل استماعكم لهذه المادة، والتي نرجو أن تحوز على إعجابكم ورضاكم. أخي المستمع، أختي المستمعة، إذا كان لديك اقتراح أو مشاركة فنرجو منك الاتصال على هواتف إدارة مساجد محافظة الجهراء 4582568 أو 4582564. المراقبة الثقافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.